مشاهدينا في كل مكان، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. أهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج البلد. اليوم سنتحدث فيها عن موضوعين. الأول يتعلق بالوضعية الوبائية والمعدل اليومي لفيروس كورونا في الجزائر، الذي صار يسجل أرقاما متنازلة بشكل ملحوظ في الأيام الأخيرة. وسنتحدث كذلك عن مشروع لطالما انتظرناه في الجزائر، انتظرته الحكومة وانتظره المواطن وانتظره المستهلك كذلك في عديد المراحل. سنتكلم عن مشروع التجارة الإلكترونية أو الدفع الإلكتروني على الأقل. ما هي الآليات التي يمكن أن تحول هذا المشروع من تصريحات ومن حبر على الورق إلى نظام معمول به في الواقع؟ سنتكلم عن المعاملات المالية التي يفوق 90% منها نقدا في الجزائر، وكيف يمكن أن ننتقل من هذا التعامل النقدي إلى التعامل الافتراضي أو التعامل الإلكتروني والتداول الإلكتروني للأموال، ولما له من منافع كثيرة، ربما حتى الأزمة التي شاهدناها قبل أيام المتعلقة بالسيولة في مراكز البريد أو في حتى في بعض البنوك كان يمكن أن لا تظهر لو كانت المنظومة المالية إلكترونية ورقمية ومحدثة. سنتحدث كذلك عن المنظومة التجارية وعن المحاور الكبرى التي والتي لابد أن يعتمد عليها هذا المشروع، سواء تعلق الأمر بالدفع الإلكتروني وبالتجارة الإلكترونية. نطرح هذا لأن اليوم كان هنالك نشاط مشترك بين وزير التجارة ووزير البريد للحديث حول هذه المحاور. قبل أن نناقش هذا الموضوع مشاهدينا، نتوقف عند حصيلة كورونا في الجزائر. مثل ما تتابعون في الجدول الذي يظهر أمامكم في الشاشة، اليوم سجلت وزارة الصحة 191 حالة مصابة بفيروس كورونا، وارتفع الإجمالي بذلك إلى 50214 حالة. أمس لأول مرة تتجاوز الجزائر سقف 50,000 إصابة منذ ظهور الوباء. تم إحصاء أو لم تحصى أي حالة جديدة في 18 ولاية. عدد الوفيات في اليوم الأخير لا يزال مرتفع، 10 وفيات والإجمالي 1689 رحمهم الله جميعا. عدد الحالات التي تتواجد في العناية المركزة 34 حالة، أو 34 حالة، وعدد حالات الشفاء 35307 في الإجمالي، و127 حالة جديدة حالة الشفاء. ترتيب الولايات الأكثر تضررا منذ ظهور الوباء: الجزائر العاصمة هي الأكثر تضررا 5568 حالة، البوليدة 4064 حالة، وهران 3880 حالة، سطيف 3187، بجاية 1791، باتنا 1779، قسنطينة 1630 حالة في الإجمالي. باقي الترتيب تفاصيل أو التفاصيل اليومية وموزعة محليا ولائيا، تتابعونها في هذا الجدول وفي الأرضية الرقمية لوزارة الصحة عبر موقعها الرسمي. أعود لموضوع النقاش في هذه الحلقة، هو التجارة الإلكترونية والدفع الإلكتروني، ويلتحق بي مباشرة عبر الهاتف الدكتور بابا أحمد هشام، وهو مختص في التسويق وهو أستاذ في المدرسة العليا للتجارة. دكتور مساء الخير، أهلا وسهلا بك. مساء النور، شكرا على الاستضافة. شكرا جزيلا على تلبية الدعوة. لكي تتضح الصورة أكثر، نتوقف مشاهدينا لنعرض عليكم هذا التقرير الذي تجمع فيه زميلة حورية حمداوي تصريحات الوزيرين وكذلك تصريحات المتعاملين المعنيين بهذين المشروعين، التجارة الإلكترونية والدفع الإلكتروني، ثم نعود للنقاش. مستقبل التجارة الإلكترونية متوقف على مدى تعميم استعمال وسائل الدفع الإلكتروني في مختلف التعاملات، إلا أنه رغم مجانية الأجهزة إلا أن الإقبال عليها ضعيف من طرف التجار حسب وزير البريد. وتنصيبها على التجار في جائحة كورونا بصفة مجانية، رغم ذلك ما كانش يعني إقبال كبير. كسب الرهان الوطني للدفع الإلكتروني سيسمح لنا بأن نخطو خطوات واسعة نحو تحسين الخدمات العمومية لفوائد المواطنين. الدفع الإلكتروني اليوم
ما هي إلا تشجيع للمواطن وللتاجر. الستارت اب هما اللي راح يسرعوا معنا الوتيره في التحسيس في لو ديبلومون تاع لي تي بي ولا تاع لي كيو ار كود. هذا الشيء بزاف راح يدعمنا، راح يقدم الستارت اب تاعنا للقدام، يعطينا دفعه قويه. وخلال اليوم التحسيسي لتعميم الدفع الالكتروني اكد وزير التجاره ان العمليه خطوه اولى ومهمه لاطلاق حقيقي للتجاره الالكترونيه، وان اشراك الشباب من اصحاب المؤسسات الناشئه رهان كبير لانجاح العمليه. التاجر عندما يقوم بهذه العملية ليس فقط التزام قانوني، بل هذه العملية في نهاية المطاف تساعده لأنها ستنمي وسترفع من رقم أعماله، لأن عدد الزبائن يزيد عندما تكون هذه الوسائط. المستهلك حر، حب يدفع كما كان من قبل كاش، حب يدفع عن طريق شيك، أو حب يختار أي وسيلة من وسائل الدفع الإلكتروني. نحن نحث هذا المستهلك أنه يلجأ هذه الطريقة لأنها هي مؤمنة، طريقة سهلة وطريقة لا يتحمل من خلالها ولا عبء مالي إضافي. الرقمنة تبدأ من إزالة العقبات، وأكبر عقبة أمام عصرنة الاقتصاد هو التعاملات النقدية التي تعطل العملية التجارية. طيب دكتور بابا أحمد هشام، أهلا بك مجددا. في البداية، ربط الدفع الإلكتروني بأجهزة الدفع الإلكتروني وبالي تي بي كما هو معروف، هل هو انطلاقة صحيحة أم أن التجارة الإلكترونية والدفع الإلكتروني يحتاجان إلى أمور أخرى؟ لا، هو الدفع الإلكتروني يقدر يكون بالتي بي يو بترمينو هادو البيمون الإلكترونيك، ولا يقدر يكون على طريقة أخرى، ولكن الحتمية اللي كاينة لازم تكون أنترنت، لازم توفير الأنترنت، وأنترنت ماشي بدو جودة كبيرة جدا، ولكن لازم تكون انترنت ستابل، ما تكونش فيها مره مشات مره حبست، لانه الزبون كي يروح يشري منتوج تاعو وكان يلقى مره ولا زوج باللي الانترنت واللي ما يقدرش يخلص بالدفع الالكتروني، خلاص يقول لك ما كاش منها، يقول لك قالوا لي كذبوا عليا ولا فاهم، ولا يخاف على دراهمه. احسن عاونوا حتى الزبون يقول لك انا ديجا ما مانيش نشوف الدراهم كيفاش راهم يخرجوا، وعاود في الاخر ما يشوفش اسكو خلص ولا ما خلص. دونك صعيبه، هذه صعيبه في التهنيات في العالم كامل، كيبداو يحطوا الزبون في اطمئنان، ما لازمش الزبون يخاف من هاد لا ميثود هذه اللي يخلص بها. طيب الواقع الحالي والواقع الحقيقي للانترنت في الجزائر، هل يسمح بتجسيد هذا المشروع؟ نعم، هو يسمح لتجسيد، ولكن لازم نسقموا، ما نخليوش الاضطرابات هذو في الانترنت، لانه هذه الاضطرابات راهي تكلف للدوله اموال كبيره، وتكلف للعامل، وتكلف للتجار اموال كبيره، لانه حتى هو التاجر كي يكون حاط التي بي يو هذا عنده، هو ماذا به يخلص به، خلاص راهو دار لوبيراسيون، راهو جاب التي بي يو، دونك حايب يستعمله. اذا الى باش يجيب كامل هاد الحوايج عنده في الحانوت هذه اللي راه يخدم فيها، ويلقى روحه باللي ما كاش باللي كاين اضطراب في انترنت، يخدم به مره زوج، يبدا امام الزبون يقول له اختي لي هاد ما نخلصش بها، خلاص نسيتها مره زوج وما مشاتش. هاد المشكل راهو هنا، هذيك الا باش الذهنيات تاع الزبون يبداو يحتموا عليه، يقول له ما تخلصش بها، هذاك الوقت لازم لنا اموال كثيره باش نعاود نرجع الثقه عند هنالك عوائق اخرى كذلك لهذا المشروع، وهي عوائق تتعلق بالنظام الضريبي، وتتعلق كذلك ب المنظومة التجارية والمنظومة المالية. كما هو معروف بأن أكثر من 50% من الأموال موجودة أو من النشاطات التجارية موجودة في السوق السوداء، ربما الأموال موجودة في السوق السوداء، وهنالك تجار يتخوفون من دفع الضرائب بنسب مرتفعة، لهذا يفضلون دائما التعامل نقدا على التعامل بالأجهزة الإلكترونية التي تكون مربوطة عبر شبكة مراقبة في الضرائب وفي مختلف مصالح الدولة. كيف ينبغي كذلك التعامل مع هذه الجزئية؟
هنا لازم حنا لازم التجار كي يقعدوا في طاوله مع مع وزاره التجاره او وزاره الماليه ويقدموا اقتراحات باش يكون كاين فيها نقص في الضرائب، ولكن نطلعوا في عدد الاموال اللي تكون دور. لانه علاش؟ لانه التاجر تقول له خلص 50 في بلاصه ما تخلص 100، وعندك 500,000 نقطه بيع راك تبيع فيها، يقول لك انا معليش نخلص 50 نقص في الضرائب ولكن ندخل اكثر. صدير كي دخل اكثر ما عندوش بروبليم، ما عندوش مشكل، ولكن الا باش نقعدوا نزيدوا في الضرائب صح هي هكذا، الا باش كل مره نزيدوا ضريبه من وعاود عنده لاكناس وكاسموس عاود عنده شكون، ما كاش غير الضرائب راهي الاعباء راهي كبيره على التجار، وشفنا في كي دخلنا في الكوفيد هذه الاعباء راهي كاين بزاف التجار اللي غلقوا، يقول لك نغلق وخلاص ونتهنى من ما نقدرش نتحمل كامل هالاعباء، لانه ما كاش عاود كاين الكريه باش يسلك الكريه باش يخلص اللي يخدموا معاه ويخلص لاكناس كاسموس ويزيد الضرائب. اذا ما يقدرش يخرج من هذه الحلقه اللي هي حلقه كبيره وصعيبه شيء ما يستاهلها. طيب يقول الخبراء ان المشروع الذي يمكن تجسيده على الاقل في الاشهر المقبله او في المرحله او على المدى القريب هو مشروع الدفع الالكتروني، لان التجاره الالكترونيه اكبر وربما تحتاج اول شيء الى ضبط قيمه العمله، لانه لدينا قيمتين، قيمه رسميه وقيمه في سوق سكوار وقيمه في السوق الموازيه، وهي مشكلة حقيقية للتجارة الإلكترونية. نبقى في الحديث عن الدفع الإلكتروني. الحكومة حددت تاريخ 31 ديسمبر أي بنهاية سنة 2020 لابد على التجار أن يتعاملوا بأن يوفروا هذه الأجهزة وأن يتعاملوا بالدفع الإلكتروني. هل تعتقد بأن في 2021 سيكون بإمكان الجزائري أن يتعامل وفي كل معاملاته التجارية والمالية بالدفع الالكتروني؟ ممكن في 2021 هي لو كان يكون كاين فيها الدفع عن طريق الكيو ار كود اللي يهضروا عليه الكيو ار كود، نقدروا من ديسمبر نقدروا نديروا كامل التجار يكون عندهم الكيو ار كود راهو كونيكتي مع الروجيس كوميرس نتاعهم ماشي بروبلام. ولكن الا باش نقعدوا في التي بي يو ولازم على كل تاجر يكون عنده تي بي يو عنده في محل صعيبه في تقدر في كل اشهر نديروا كامل التجار في الجزائر يكون عندهم تي بي. الحاجه الاولى ما عندناش العدد الكافي تاع تي بي باش نديروا كامل التجار على ضربه على في كل اشهر. والحاجه الزوجه حتى اسمها التجار باش يقدر يتعلم يخدم التي بي لازم له بالك مده تاع اسبوع او اسبوعين باش يوالف الترانزاكسيون. دونك هذه الاحتمال كاين وراهم كاينين التجار اللي يخدموا بالتي بي في الفضاءات الكبرى فقط. كيفاش؟ في الفضاءات الكبرى وفي الولايات الكبرى في الفضاء، ولكن كاين كما كاين فضاء كبير وفي ولايه كبيره نقدروا نستاليوه في فضاء صغير ولايه صغيره. هي كي تكون كاين الانترنت ستابل، فدي ما نقولوش حنا يكون دي كبير بزاف، لانه المعاملات التجاريه الدفع الالكتروني ما يطلبش انترنت سريعه جدا، يطلب انترنت تكون ذو جوده عاليه تكون. طيب سؤال اخير، فيما سيفيد الدفع الالكتروني الحكومه وفيما سيفيد المواطن كذلك؟ يفيد الحكومه تكون كاين عندها رقابه راهي تشوف الاموال كيفاش راهي تسير، وراهي شفافيه في تسيير المؤسسات وتسيير المال اللي راهو يدخل البنوك، وتفيد في المتعاملين والتجار والمواطن
انه ما يقعدش يتمشى بالمال هذاك اللي يقضي يخرجوا من البنكه وربما يطيحوا وربما يسرقوا له وربما ما نعرفش. دوكا كي تكون عندك رافد عندك الدراهم بالك يعطيوك الفوبيه بالك يطيح لك. هذا المشكل تاع السيوله الكبيره نهضر على مش نهضر على بالك 1000 دينار ولا 2000 دينار معليش هذيك يقدر ولكن سيولة كبيره يروح يخرج كامل الصالير تاعو تاع شهر ويتمشى به صعيبه وفيها ري. شكرك جزيل الشكر دكتور بابا احمد هشام استاذ في المدرسه العليا للتجاره مختص في التسويق. شكرا جزيلا كنت معي مباشره عبر الهاتف للنقاش حول قضية التجارة الإلكترونية والدفع الإلكتروني. مشاهدينا نتوقف عند فاصل قصير وبعد ذلك سنستمع إلى رأي التجار كذلك في هذه القضية. أهلا بكم مجددا مشاهدينا مستمرون معكم في هذه الحلقة من برنامج البلاد اليوم. تحدثنا في الجزء الأول عن حصيلة كورونا وعن التجارة الإلكترونية والدفع الإلكتروني كذلك. وكما تابعتم في التقرير اليوم كان هنالك نشاط مزدوج بين وزير التجارة ووزير البريد للحديث حول محاور وحول الأسس التنظيمية لهذه العملية. كما هو معروف الحكومة أمهلت التجار إلى غاية نهاية السنة الجارية إلى 31 ديسمبر الجاري من أجل تعميم أجهزة الدفع الإلكتروني لتي بي او على مستوى هذه المحلات والفضاءات التجارية. فهل يعني امتلاك هذه الأجهزة الانطلاق الحقيقي والفعلي للدفع الإلكتروني في الجزائر؟ سنستمع كذلك إلى المشاكل التي ربما يطرحها التجار. ومعي عبر الهاتف سيد الحاج طاهر بورنوار رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين. أهلا وسهلا بك سيد الحاج. أهلا وسهلا وتحياتنا لكم ولمشاهديكم. شكرا جزيلا سيد طاهر بورنوار. تابعنا في الجزء الأول تصريح ضمن تقرير تصريح لوزير البريد يقول بأن هذه أجهزة الدفع الإلكتروني ستقدم مجانا، ورغم مجانيتها إلا أن الإقبال ضعيف. ماذا يعني هذا؟ هل التجار غير جاهزين مثلا للتعامل بهذه الأجهزة وبهذه الطريقة لهذا سجلت الحكومة هذا العزوف؟ أولا لا يخفى أن مش فقط التجار غير جاهزين، وإنما الجزائر ككل متأخرة كثيرا بالمقارنة مع بقية الدول، حتى بالمقارنة مع جيراننا في مجال الرقمنة الاقتصادية والتجارة الإلكترونية والدفع الإلكتروني. لكن رغم ذلك فنعتقد أن ولوج عالم الرقمنة الاقتصادية ومنها أيضا الشروع في التمهيد للتعامل الإلكتروني في المجال التجاري أصبح ضرورة، لأن الآن الدفع الإلكتروني زيادة على أنه يربح الوقت للمتعامل والزبون، فكذلك يضفي أمان على حركة الأموال، معناتها يأمن حركة الأموال. لذلك معناتها الدفع الإلكتروني هام على أكثر من صعيد. احنا زيادة على أن الآن الواقع الاقتصادي والتنافس بين الدول في المجال الاقتصادي بل التنافس بين المؤسسات الاقتصادية أصبحت تفرض عليها التحكم في تكنولوجيا الاتصال ومنها الرقمنة والتجارة الإلكترونية، وخاصة أن الجائحة جاءت كورونا هذه 5 أشهر أظهرت أولا مدى تخلفنا في مجال الرقمنة، وكذلك أقنعت الكثير من المتعاملين، أقنعت الكثير من التجار، بل أقنعت الكثير من المواطنين بأهمية الدفع الإلكتروني والتجارة الإلكترونية. لكن يبقى هناك إذا كان ما نسموهاش عقبات على الأقل تحديات لنجاح هذا المشروع أو لنجاح هذا الأمر اللي هو تعميم الدفع الإلكتروني مع بداية 2021 لابد من توفر شروط. الشرط الأول هو مواكبة البنوك أو المنظومات المالية لهذا الأمر، لأن التاجر عموما يقول لك الكثير من التجار يقول لك أنا مستعد لشروع في عملية الدفع الإلكتروني، ولكن شكون اللي يضمن لي أنه كي نروح نسحب أموالي باش نخلص الممول نتاعي لفورنيسير ولا باش نعاود نجيب السلعة أن ما يقولوليش عاود غدوة وما يقولوليش الميكرو راه خسر وما يقولوليش لا كاين لاشين ونطول. هذه واحدة. الشيء الثاني أيضا باش نوفروا الشروط. لكن شكون اللي يقدر يضمن لكم سي بونوار هذا الوضع التي تتكلم عنه؟ من يضمن أنه التاجر المنظومة المالية البنوك خاصة البنوك والبريد مثلا المؤسسات اللي يخرج منها تاجر الأموال نتاعو باش يخلص الممول
باش يخلص اللي يجيب له السلعه ولا باش يشري السلعه. هذا امر واحد. الامر الثاني هو اذا كان اردنا ايضا ان تنجح هذه العمليه تعميم الدفع الالكتروني ما لازمش الانترنت كما يقولوا كل مره تنقطع وما لازمش البث يكون ضعيف. الان هناك كثير من التجار رغم القله نتاعهم نسبيا عندنا اكثر من 2,200,000 سجل تجاري في الجزائر وان كان باحتشام في البدايه عندنا ممكن 20,000 من التجار اللي بداوا يتعاملوا الكترونيا في المعاملات التجاريه نتاعهم لكن الكثير منهم يشكي يقول لك الان احيانا نتعامل نبعث ايميل ولا باش ندفع الاموال تاعي الانترنت مقطوعه ولا البث ضعيف. اذا هذا التحدي الثاني زياده على تاهيل المنظومه البنكيه والبريديه لتوفير السيوله للمتعاملين في كل وقت. الامر الثاني اذا المشكل الثاني هو تدفق مدى تدفق الانترنت وايضا ضمان عدم قطعها. الامر الثالث هو الثقافه عند المواطن. الكل يتذكر وانتم ايضا تذكرون ان قمنا بتجربه في اطار ما تو وزاره البريد منذ سنتين من اجل تعميم اجهزه الدفع الالكتروني. احيانا بعض التجار عنده الجهاز لكن يدخل المواطن يقولوا لا انا ما عنديش البطاقه ولا انا ما نتعاملش الكترونيا انا جبت لك اسباس جبت لك معناتها الاموال تاعي خلصني ولا نروح عند واحد اخر. ايضا لابد من عمل تحديثي كبير تقوم به جمعيه حمايه المسالك المؤسسات طيب. المحليه من اجل ايضا اقناع المواطن باهميه الدفع الالكتروني لان كيف تقنع التاجر باهميه البيع الكترونيا والزبون ما يحبش يشري الكترونيا اذا العمليه تكون فاشله. اذا لابد من الطرفين لابد ان يكونا مقتنعين والطرفان لابد ان توجه معروف ان عده نشاطات كذلك في الجزائر هي تعتمد على السوق السوداء او على السوق الموازيه وبالتالي منتظر جدا ان تكون هنالك مقاومه لهذه الاجراءات. الاجراء المتعلق بتحديد 31 ديسمبر كاخر اجل من اجل تعميم هذه العمليه وهذه المقاومه كذلك ستقوم على جزئيه التحصيل الضريبي او المنظومه الضريبيه. نعم حتى أنا لا يمكن ان تعمم هذا القانون بل لا يمكن ان تعمم اي قانون له علاقه بالتجاره مع وجود السوق السوداء او التجاره الموازيه او التجاره الفوضويه سميها كما تحب. لماذا؟ لان الناس لما يجد البديل سهل يكون يدخل محل تجاري يقول لابد ان تشتري الكترونيا ونبيع لك الكترونيا ويكون حاط قدام المحل التجاري واحد حاط في الشارع ولا في الرصيف يبيع هكذا يكون يسفز الزبون يروح للرصيف اذا تمشي العمليه. اذا الشرط الثالث هو ايضا محاصره ولا على الاقل التقليل اذا مش القضاء على نقاط البيع الموازيه. هذه شروط لابد منها. والامر الثاني وعندنا اقتراح فيما يخص التعميم نطالبوا احنا الحكومه لان الدول اللي سبقتنا ودخلت وعممت البيع الالكتروني او التجاره الالكترونيه او الدفع الالكتروني بدات على مراحل. اذا احنا ما نبداوش من اول جونفي. طيب كيف هذا الانطلاق التدريجي؟ ما هو التصور عبر المراحل الذي تقدمه؟ احنا نقترح ان اول جونفي 2021 تبدا بالمساحات الكبرى للسفيرات بالمراكز التجاريه مكاتب الخدمات سواء مكاتب الدراسات مكاتب الاتصال الاستشارات من بعد 6 أشهر 4 أشهر تعمم الى النشاطات التجاريه الاخرى المواد الغذائيه العامه المخابز ولا الخضر الفواكه ولا الجزاره ولا التوزيع ولا كذا. الامر الثاني الاقتراح الثاني ان تبدا العمليه من ممول لان تاجر التجزئه لما تجي تفرض عليه تقول له تعامل الكترونيا واللي يجيب له السلعه ولا المصنع ولا الموزع معناها تجار الجمله الكترونيا. نعم تجار الجمله. نعم تجار الجملة والممولين كذلك أصحاب المصانع أصحاب المصنع أيضا لازم تاجر الجملة كي اللي يقضي عليه يقولوا يا خويا تخلصني إلكترونيا ونخلصك إلكترونيا هو من بعد أن تجار تبيع يطبخها. لكن إذا كان على مستوى الجملة على مستوى الإنتاج ما نطبقوهاش وتروح تاجر تبيع تقول طبخها تكون أصعب بكثير. طيب سيد بلوار المرحلة الحالية نحن العديد من التجار يخرجون من مرحلة تضرروا فيها مثل ما تضررت القطاعات التجارية في كل الدول وهي مرحلة كورونا. هل تعتقد بأن المرحلة مواتية من أجل تحقيق هذا الانتقال من التجارة الكلاسيكية إلى تجارة رقمية وعصرية؟ حتى ما لا أخفي عليك أن في الست أشهر تاع الغلق محلات هناك الكثير من التجار اللي كانت محلاتهم مغلوقة لكن
تعلموا التجاره الالكترونيه ولاو يبيعوا الكترونيا عن طريق شبكه التواصل الاجتماعي. كان اللي دار مواقع الكترونيه البيع يعرض السلعه. لذلك هذه المرحله علمتنا وقنعت التجار باهميه التجاره الالكترونيه. هنا اذا سهله قلت لك بشرط ان مع بدايه 2020 نبداوها مرحليا. وثانيا هذا 3 شهور ولا 4 شهور اللي بقات لابد ان نعمل بكثافه كما قلنا نضيعوش الوقت من اجل عمليه تاسيسيه من جهه التجار والمستهلكين اولا وثانيا من توفير الشروط اللي قلت لك عليها تاهيل المنظومات البنكيه التاكيد على ان البث يكون متدفق لانه طيب. يكون معناتها متدفق تدفق الى غايه الان سيد بونوار الى غايه الان ما هي نسبه المعاملات الماليه التي تتم الكترونيا على مستواكم فقط؟ انصحك بين 10-15% ما تجاوز 15% معناها 85% من المعاملات نقدا 85% من المعاملات نقدا طيب. سواء على مستوى اسواق الجملة واسواق التجزئة. في الختام سي طارب النوار مثل ما ذكرت قبل قليل في 2018 كان هنالك قانون للتجارة الإلكترونية وحاولت الحكومة آنذاك الدفع بهذا المشروع وتحقيقه لكن في الأخير تعثر وليس المرة الأولى حتى في السابق وحتى فيما بعد كانت هنالك محاولات من أجل تجسيد وتحويل مشروع الدفع الإلكتروني أو التجارة الإلكترونية من مجرد حبر على ورق أو من مجرد تصريحات إلى منظومة مالية ومنظومة تجارية معمول بها في الواقع. ما الفرق بين المحاولات السابقة وهذه المحاولة التي نتحدث عنها اليوم؟ أولا هذه المحاولة الحالية أو المحاولة الجديدة أو المحاولة الأخيرة جاءت بعد فترة تاع كورونا للكثير من المتعاملين سواء كانوا تجار ولا منتجين ولا موزعين ولا تجار جملة أو تجار تجزئة اقتنعوا بأهمية ولوج عالم الرقمنة أو عالم التجارة الإلكترونية أو الدفع الإلكتروني. هذا شيء إيجابي معناه الشيء اللي ما عرفناش ولا ما حبيناش نتعلمه مقبل علمتنا كورونا. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني الخلاف عندنا تجربة سابقة فاشلة. ما دام عندنا تجربة سابقة فاشلة أنا نعتبرها إيجابية نستفيد منها. ما هي العقبات واش هي الحاجة اللي خلتها تفشل؟ إذا نتعلموا منها للشروع في المرحلة الثانية اللي إن شاء الله تكون ناجحة. أمر آخر اللي فشل العملية السابقة أنه لا يمكن أن تورق من إن صح التعبير لا يمكن أن تورق من الاقتصاد في وسط بنوك تسودها البيروقراطية غير مرقمنة وواقع إداري ومنظومة إدارية اللي تعمل معها يوميا اللي تعمل معها التاجر يوميا اللي تعمل معها المواطن يوميا ما هيش مرقمنة. البلديات الولايات والدوائر المؤسسات حتى المؤسسات العمومية تاع الخدمات اليومية قال بعد الخدمات اليومية غير مرقمنة. إذا يصعب لأن التجربة في العالم يقول لك أنه إذا أردنا أن نرقمن الاقتصاد إذا حبينا نروح للرقم الاقتصاد الرقمي لابد أن تكون عندنا إدارة رقمية وأيضا إدارة معناتها إن أدمينستراسيون معناتها نيميريك إدارة رقمية وأيضا واقع أيضا آخر معناتها مؤهل الناس الوعي الثقافة أيضا الناس مهيئين لهذه الإدارة. إذا علاش أنا هذا قلت لك إحنا 1 جونفي 2021 مازال بعيد ما عندوش ماشي بقالنا اسبوع هنا 3 شهور. هذا 3 شهور الا بذلنا مجهود على مستوى البنوك والبريد على مستوى الاداره على مستوى جمعيات حمايه المستهلك اللي عندهم دور كبير على مستوى المنظمات والجمعيات المهنيه ممكن في هذا 3 شهور نعالجوا بعض المشاكل. وشرط ان 1 جونفي 2021 نبداوها مرحليا. اما اذا كان توقعنا باللي في 1 جونفي 2021 يكون كلش مرقمن وكلش الناس مايعه هنا كي شغل انا نعومو في الناشف نبداوها مرحله. شكرا. لكن شكرا. في نفس الوقت اسمح لي في نفس الوقت يوسف في نفس الوقت ما لازمش نفشلوا. علاش؟ لان كاين بعض الاطراف اللي ما تحبش الشفافيه الاقتصاديه راهي ضد الرقمنه وتحاول تعرقل اي عمل يؤدي الى الرقمنه خاصه الناس اللي ما يحبوش الشفافيه سواء في حركه الاموال ولا الشفافيه في التعاملات الاقتصاديه. شكون هذه الاطراف سي بونوار؟ الاطراف اللي يضرها الشفافيه. ما تنساش باللي نهار اللي الوزاره وطالبنا احنا بتطهير قطاع التجاره الخارجيه الاستيراد والتصدير من السجلات التجاريه الوهميه تلقينا انتقادات ومعارضه كبيره. نفس الاشخاص اللي يمونوا السوق الموازيه اللي يتهربوا من الشفافيه في حركة الأموال اللي يساهموا في اللي يتعاملوا في إطار تبييض الأموال أو في التهرب الضريبي هؤلاء طبعا ما يحبوش الرقمنة لأن الرقمنة هي تعطي الأعمال الحقيقية وتعطي التعامل الحقيقي وتحمي الأموال معناتها في الحركية القانونية نتاعها. شكرا. أشكرك جزيل الشكر سيد الحاج طاهر بونوار رئيس الجمعية الوطنية لتجار
والحرفيين. شكرا جزيلا، كنت معي مباشرة عبر الهاتف للحديث حول هذا المشروع التجارة الإلكترونية والدفع الإلكتروني وخباياه والكواليس التي طرحتها الآن. شكرا لك وكل الشكر للمشاهدين على المتابعة. نصل إلى ختام هذه الحلقة من برنامج البلد اليوم، تحدثنا عن كورونا وعن الدفع الإلكتروني كذلك. سأسعد بلقائكم في حلقات جديدة ومواضيع جديدة. السلام عليكم.